حكي وخروج خالد فهامي. رجع كرة بسرعة. أكرم الروماني. الروماني يرجع إلى طلال القرقوري. قرقوري. عبد الكريم القيسي. عبد السلام ودو. ودو يوسف حاشي. تمشي كرة عبد الكريم القيسي حاشي اختير هذه الكرة يوسف حاشي التوزيع. هدف التعادل. يوسف المختار. يوسف مختار يرجع المباراة إلى نقطة الانتهاء. أقبل تقريبا 7 دقائق من نهاية الشوط الأول. عبد السلام ودو في الانتهاء. خطا من حكي. أخو عبد الكريم القيسي للحاشي. التوزيع من حاشي. وارتماء راسية من يوسف المختار في شباك علي بومنيشن. كان دون رقبة تقريبا نسخة مطبقة للأصل لهدف سانتوس. هدف سانتوس في الدقيقة 5 بعد توزيع من نفطي. سانتوس كان دون رقبة سدد بالراس. وخالد فهامي الإجابة بنفس الطريقة. توزيع من يوسف حاشي. ويوسف المختاري كان دون رقابة على مستوى محور